بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتي أعز طلبة المرحلة الأولى في قسم تقنيات المختبرات الطبية في كلية المنارة للعلوم الطبية، أهلا وسهلا بكم، ورمضان مبارك عليكم جميعا، أعاده الله عليكم بالخير والبركة. أهلا بكم وأولى محاضرات الهيومن بيولوجي أو علم الأحياء البشري في الكورس الثاني إن شاء الله. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في الكورس الأول، والذي سيتم امتحانه لاحقا إن شاء الله بعد انتظام الدوام. محاضرتنا لهذا اليوم هي المحاضرة الأولى مثل ما نويت لعلم الأحياء البشري، واللي راح نتكلم بها عن الأورغان سيستمز، عن الأعضاء أو الأجهزة داخل جسم الإنسان. Basic body structure and organization. We can think of the basic structure and functional organization of the human body as a pyramid or hierarchical arrangement, in which the lowest level of organization consists of cells and chemicals. يعني نقدر نفكر حول التركيب العام أو التركيب الأساسي والتركيب الوظيفي لجسم الإنسان، واللي ممكن تمثيله كهرم، كتنظيم هرمي، واللي يتكون من أوطى أو أصغر مستوى للتنظيم، واللي يتكون من السيلز الخلايا والكيميكالز المواد الكيميائية. Organs and organ system represent the highest level of the body's organization. إذن السيلز والكيميكالز تمثل the lowest level of organization. والأورغانز and organ system يعني الأجهزة والأعضاء تمثل المستوى الأعلى. Simplified definitions of the various levels of organization within the body are يعني التعريفات البسيطة أو المبسطة للمستويات المختلفة من الأعضاء داخل الجسم، اللي هي الأورغان سيستم. الأورغان سيستم هو a group of organs that contribute to specific functions within the body. يعني هو مجموعة من الأعضاء اللي تساهم بوظائف خاصة أو محددة داخل الجسم. المستوى الثاني اللي هو الأورغان. الأورغان اللي هو a group of tissues precisely arranged so that they can work together to perform specific functions. يعني هو مجموعة من الأنسجة المرتبة بدقة، وبهذا تكون تعمل أو قادرة على عمل بصورة جماعية لتحقيق أو إتمام وظائف محددة. Tissue هو a group of cells يعني مجموعة من الخلايا with a similar structure and function يعني مع تركيب ووظيفة متشابهتين. المستوى الآخر اللي هو السيل، the smallest living units in the body، واللي ماخذيها مسبقا بالكورس الفات. وعندنا الكيميكالز اللي هو الاتومز or molecules that are the building blocks of the all matter. يعني كل الجسم وكل المستويات وكل الخلايا هي متكونة من مواد كيميائية، ممكن تكون جزيئات وممكن تكون ذرات. نجي للـ human organs. An organ is a collection of tissues مثل ما ذكرنا سابقا، joined in a structural unit يعني هو مجموعة من الأنسجة متحدة بتركيب، to serve a common function لتعمل وظائف شائعة. Organs exist in most multicellular organisms يعني الأعضاء متواجدة في جميع الأحياء متعددة الخلايا، including humans, other animals and plants يعني كل الأحياء بصورة عامة، ومنها الإنسان أو الحيوانات الأخرى والنباتات، هي multicellular organisms يعني كائنات متعددة الخلايا، واللي يعني شبيها يعني بها الأورغانز. And single-celled organisms such as bacteria, the functional equivalent of organ is organelle. Organelle يعني بالكائنات وحيدة الخلية مثل البكتيريا، العضو الوظيفي المكافئ
للأعضاء بالكائنات المتزعزعة الخلية اللي هو الأورغانيلا. أول جهاز نأخذه إن شاء الله بهذه المحاضرة اللي هو المسكولار سيستم، اللي هو الجهاز العضلي. المسكولار سيستم is an organ systems consisting of skeletal, smooth and cardiac muscles. يعني هو جهاز يتكون من عضلات هيكلية وعضلات ملساء وعضلات قلبية. It burns movement to the body. يعني هي تسمح بحركة الجسم. Maintaining posture وتحافظ على الموقف أو الموقع. And circulates blood throughout the body. وأيضا تعمل على دوران الدم خلال الجسم. The muscular systems invertebrates are controlled through the nervous system. الجهاز العضلي بالفقريات مسيطر عليه من خلال الجهاز العصبي، يعني الإعازات توصل له من الجهاز العصبي وبالتالي يقوم بالحركة، يعني ماكو حركات عشوائية. Although some muscles بالرغم من بعض العضلات such as the cardiac muscles مثل العضلة القلبية can be completely autonomous يعني مستقلة، لكن بالحقيقة هو يجيها إعاز من الجهاز العصبي، لكن هي عضلة لا إرادية تعمل دائما. Together with the skeletal system جنب إلى جنب أو مع الجهاز الهيكلي اللي يتكون من العظام اللي نأخذه المحاضرات القادمة إن شاء الله. It forms the musculoskeletal system. يعني مجمع هذا تسمية أخرى للجهاز العضلي والجهاز الهيكلي. Which is responsible for the movement of the human body. يعني هذا الجهاز يكون مسؤول عن حركة الجسم أو جسم الإنسان. يعني ترتبط العضلات مع العظام وبالتالي العظام يعني تكون ساندة للجسم بصورة عامة وللعضلات بصورة خاصة وبالتالي يتحرك جسم الإنسان. The muscular system consists of three different types of muscles اللي ذكرناه قبل قليل. الجهاز العضلي يتكون من ثلاث أنواع مختلفة من العضلات including اللي تتضمن skeletal muscles عضلات الهيكلية which are attached to bones اللي هي ملتصقة بالعظام by tendons يعني بواسطة الأوتار أو الأربطة and allow for voluntary movements of the body واللي تسمح أو تعمل على الحركة الإرادية للجسم. يعني هاي عضلاتنا الخارجية كلها اليد القدم الرأس كل العضلات الخارجية إرادية، يعني من تريد تحرك اليد راح يجي إعاز من الجهاز العصبي إلى هذه العضلة وبالتالي يتحرك. النوع الآخر اللي هو smooth muscle tissue controlled the involuntary movements هذا مسيطر عليه بالحركة أو هو يسيطر على الحركة اللا إرادية of internal organs للأعضاء الداخلية such as the organs of digestive system مثل أعضاء الجهاز الهضمي مثلا حركة الأمعاء أو حركة المعدة احنا ما نسيطر عليه ما نقدر نوقف المعدة هذا يجي إعاز لا إرادي إعاز من الجهاز العصبي عند توفر الغذاء for example such as the organs of digestive system allowing food to move throughout the system واللي يسمح للطعام للحركة خلال هذا الجهاز بدءا من الفم وانتهاء بالأمعاء الغليظة. Smooth muscles in the blood vessel allow vasoconstriction and vasodilation thereby helping the regulate body temperature. هذه العضلات smooth muscles الملساء in blood vessels بالأوعية الدموية تسمح لعملية انتشار الدم
يعني هو التقلص والانبساط، وبالتالي انتشار الدم خلال الجسم، واللي يسيطر أو ينظم درجة الحرارة، واللي هي من الوظائف المهمة للدم. Cardiac muscle tissues control the involuntary beating of the heart. Cardiac muscle tissue، هذه الأعضاء أو الأنسجة، أنسجة هذه العضلة، سيطر على involuntary beating، على النبضات أو ضربات القلب الغير إرادية. القلب يعمل دائما من خلق الإنسان إلى أن يموت، ما يتوقف أبدا، هي العضلة تقريبا الوحيدة اللي ما تتوقف أعتقد. Allowing it to pump blood، واللي تعمل على تسمح باندفاع أو دفع pump the blood through the blood vessels، من خلال الأوعية الدموية، of the cardiovascular system، إلى الجهاز الدوران أو الجهاز الوعائي. الجهاز الآخر اللي هو النيرفوس سيستم، الجهاز العصبي. The nervous system is a highly complex part of the animal that coordinates its action and sensory information by transmitting signals to and from different parts of its body. الجهاز العصبي هو تقريبا أعقد جهاز أو أعقد جزء of the animal، في الحيوانات بصورة عامة، that coordinates، واللي ينسق أو ينظم its actions، يعني فعالياتها، and sensory information، والمعلومات الحسية، by transmitting signals to، يعني بواسطة نقل المعلومات من وإلى الأجزاء المختلفة بالجسم. The nervous system includes the brain and spinal cord. الجهاز العصبي يتضمن أو يحتوي على البرين للدماغ، وهو spinal cord اللي هو الحبل الشوكي، which make up the central nervous system and the nerves that run throughout the rest of the body. يعني عندك الجهاز يسموه الجهاز العصبي المركزي، اللي يتكون من البرين والspinal cord and the nerves، والأعصاب، واللي تعمل throughout the rest of the body، اللي تعمل خلال بقية أجزاء الجسم. Making up، واللي تكون the peripheral nervous system، peripheral nervous system. The nervous system controls both voluntary and involuntary responses. الجهاز العصبي يسيطر على كلا الاستجابات الإرادية واللا إرادية of human organism، في الإنسان، and detects the process sensory information. يعني الجهاز العصبي يسيطر على الاستجابات الإرادية واللا إرادية بجسم الإنسان، ويحدد العمليات أو عمليات نقل أو تحديد المعلومات العصبية أو الشعورية أو الحسية. هذا الشكل طبعا مبسط للإطلاع للجهاز العصبي، يتكون من الدماغ وهذا الحبل الشوكي وباقي الأجزاء الأعصاب، وأيضا هذا الشكل يبين لنا العضلات أو الجهاز العضلي، بالإضافة هذا الشكل عام أيضا لكل أجزاء أو لكل أنواع الأجهزة والأعضاء في جسم الإنسان، بالإضافة للشكل الأول اللي هو الهرم. هنا عندنا chemicals، ومن الكيميكالز تكون السيلز، ومجموعة السيلز تكون التشوز الأنسجة، والأنسجة تكون الأعضاء، والأعضاء تكون الأورغان سيستمز اللي هي النظام أو الجهاز، ومجموعة الأجهزة تكون الأورغانيزم اللي هو الكائن الحي. أتمنى أن تكون المحاضرة واضحة لهذا اليوم. أستقبل أي استفسارات أو أي أسئلة على هذه المادة، على هذه المحاضرة، إن شاء الله بقناة التليجرام.
وهذه القناة إن شاء الله راح تتواجد لكم بقناة الكلية على اليوتيوب وأيضا على موقع الكلية. نلتقي بكم إن شاء الله بالمحاضرة القادمة في الأسبوع القادم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.